بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد. بما أن الميركاتو في المغرب قد انتهى يوم 9/9/2023، دعنا نقيم صفقات الوداد الذي قامت فيهم في هذا الموسم. قبل كل شيء لندعو بالرحمة لكل من مات في الزلزال، إن لله وإنا إليه راجعون. دعنا ندخل في الفيديو. باي. انتظروا قبل أن أنسى، لايك اشتراك وبارطاجي الفيديوهات مع اصحابك باش نكبروا القناه، باش نوصلوا ل10K. علاش لا؟ وعلاش لا نضربوا حتى حنايا 1000K ونديو الدرع الذهبي ديال هاد لاشين ماتادور. يلا تنا نخليكم مع الانترو. جمال حركاس لاعب جيد، من أحسن المدافعين في المغرب صراحة أقولها.